قتلت فتحي صاحبك يا خالد، نسيت يا صاحبي، احنا ما كناش بنفارق بعض واصل يا خالد. ضربوه يا فتحي. ليه يا صاحبي؟ ليه؟ دلوقتي اقدر اخذ عزابوه. الشقة دي بقى 90 متر بتبص على بحر من هنا. انت مش فاهم يا طلب، انا مش عايز حاجة على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا امال عايز ايه؟ انا عايز اقعد حتة مقطوعة يا عم. شوف له حاجة اهدى من كده شوية يا عم طلبة. اهدى من كده ايه يا بقف؟ ده احنا في نهي يعني تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. ايوه هو ده طلب كده. زينة زينة مين ياض لشوقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين يا؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت في ايه؟ خركبت لي اعصابي. خد المفتاح اهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعت ومعهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقة عاد؟ لزوم البطاقة يعني ايه؟ خلاص خلاص، انا هبقى اديك البطاقة بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقة باسمي. انا مش فاهم حاجة. خليك في حالك يا غالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصورة البطاقة مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طيارة وراك يا برنج العالم. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقة. ازيك يا دفعة؟ الأنابيب دي منين يا رايق؟
بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ اه، وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. عشان انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. طيب يا ام، عامل ايه دلوقتي؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي قتل ابوي؟ عمي، انت متاكد من الكلام ده؟ خد مطرح في مجلس الشعب عشان كده قتل. انا هقتله ياما، انا جاي لك دلوقتي. سلام. فين الطبنجة؟ طبنجة ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا هارون؟ هاخد طربوي، اغسل عاري. ما تضيعش نفسك، ابوس ايدك. انا ضايع خالد. طب خدني معاك عشان خاطري، عشان خاطري. لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! عمك باع البيت وعاوز نقعد في بيته. هو اللي قتل ابوك، كان عمينا والبلد كلها عارفه. كنت عايز انا اقتل فتحي، وعمي هو اللي قتل ابوي. قتل الخسيس عشان ينهب كل حاجه. اقتلوا يا خالد عشان يعرف ان ابوك خلف راجل هياخد بطاره. اقتله عشان امشي وسط البلد رفع راسي. ولدي اطمن يا ام، هقتله، هغسل عاري وعاري، اخلي ابوي ينام مرتاح في تربته، هاخد عزاه وانا راسي مرفوعه. يا فرحه ابوك بيك. روح يا حبيبي قبل عمك ما يعرف انك رجعت يعمل حسابه. ده حنش بيبخ سم، اقتله قبل ما يطولك. حاضر يا ام، بس عندي شرط. قول يا قلبي. تقعد في بيتك وتطلعيش وراي، سيبيني اشفي غليلي بنفسي، ووعد مني هرجع لك، ونوقف انا وانت قدام البيت وناخد عزانا بايدينا. حاضر، هستناك ما تاخرش علي. ادعي لي يما واعملي اللي قلت لك عليه. السلام يا صاحبي، جيت ميت. خالد، انت ناوي على ايه؟
اكسر الشر يا خال. بعد عني يا فتحي. خالد بيه، الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عقلت وجاي تاخذ بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي. انا جاي دلوك عشان اخذ بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو. خذ بطارك منه وامسح العار، وساعتها هتبقى والد مجاهد صح، ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتلوا، مستني ايه؟ خذ بطارك وامحي بنار الكل. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. جايلك ولد زين من ميلة الزمان معطوب. جايلك ولد زين يا قبر، خايف في لف العمامة. أمانة عليك يا قبر، ما تحاسبوا غير يوم القيامة. يا ولد أبوك حيتلقاك في أحضانه. أمانة يا قبر، ما يكون فيك حصى ولا طوب. جاي جايلك ولد زين من ملة الزمان معطوب، وفضلت مخطوب علي الخلق تهين. حطني يا قناعي، فطني وراسي مرفوع. حصى ولا طوب. ايه يا يوسف، في ايه؟ في عنا قطع على فيلا الشيمي. يا بلدي خد خلي ده معاك. Let's go.
حلم. اوعى انزل على بطك يا هو باشا. تمام يا باشا؟ ها انزل ولاد الكلب. انت كويس يا باشا؟ ها تمام. انزل انزل اخلص. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عاملك الاسود. انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكوا صح؟ طب ما انت حلو هو دماغك حاضره. لا 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 ايه يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كل كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا هثبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا هثبت لكم. هنا اهو اسمه زياد. زياد ابو الليل. خلاص ما تلوكش ده. ايوه هي دي نمرة تتصل بيه. علينا سيكا. فين؟ خليك هنا يا سيكا. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا عم سيكا. انزل تحت هذا نحن. جري يا ابو يحيى. علموك تدخل على البيوت ورجلتها مش موجوده ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل الرجاله ولا شغل النسوان؟ البيوت لها حرمه يا ابو يحيى. جاي تكلم الرجاله؟ اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعولك في ام الحته دي كلها باللي فيها. ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخلني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحيط. انا لبسته في الحيط؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه وحطه في اي حته، بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا؟ طبعا غلطان. كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يا رقبوب. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. وانا ليا عند اخوك لابتوب وشويه فلوس عايزه، واذا كان على اخوك والله ان قلبه ابيض.
اسامحه. فين اللابتوب والحاجة؟ اللابتوب هيجيلك، انما الفلوس دي بقى اعتبرها هدية دخلت علينا بيها، هدية كبيرة تليق بمقامك كده. مالكش أي حاجة عندي؟ في حد شاف اللابتوب ده يا سيفا؟ لا. طب بس أنا عايز أفكرك، لو في أي حاجة حصلت أنت المسؤول قدامي. جري يا أبو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي، وأنت راجل طيب مش هوصيك بقى، عايزك تفهمه وتعقله إنه ما يعملش كده تاني مع أبو يحيى. ما قال لك خلص الكلام، حقك معاك. أنا بقى اللي بوصيك، لما تشوف سيكا تاني بخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع، اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش تعرف تخرج منها وهم صاحيين. انت مين؟ انا اول مره اشوفك. واخر مره في الفلوس. طب تشوفوا البضاعه الاول. صح. اصل اديله الفلوس. بعت له رسالة قلت له يجهز بقية الأوراق اللي حصلني بكرة على مكتب النائب العام الصبح. الورق اللي معايا ده برضه مهم بس مش كفاية. طب قولي له كمان لو عايز يكلمك على الرقم ده. بس ده مش موبايل، ده موبايل فاطمة وأكيد هتروح. إيه المشكلة يعني؟ ما تروح بتليفون تاني هيحصل إيه يعني؟ حاضر.
انت فاهم معنى اللي طلبه منك الجنرال ده ايه؟ والله يا فريده حاجات كتير. خايف منك ومن تهديداتك ليه؟ بعت لك رساله تخويف على تليفون التانية. بيضغط عليا يحط لي تحت درسه. يعني زي ما تقولي كده بيضرب 30 عصفور بطلقه واحده. يمكن كل اللي انت بتقوله ده صح. بس الاهم عندي الناس اللي فوق. تخلوا عني خلاص. بمعنى صح رفعوا غطى الحمايه. الجنرال مهما كانت قوته وسيطرته مجرد اداه في ايديهم مش ممكن يعمل حاجه زي كده من نفسه. أنا عايز أعرف دلوقتي الناس اللي ورا دول طلعوا إيه؟ أضحك عليك لو قلت لك إني أعرفهم كلهم. شبكة معقدة. مش هتلاقي واحد فيهم يعرف كل أطرافه. تفتكر إن أنا وافقتك عليه ده صح؟ بص يا فريدة. أنا قبل ما أعرف موضوع الناس التانيين دول كنت شايف إن إحنا صعب نقف قدام الشيطان لوحدينا. محتاجين مليون قوة عشان نقف ضده ونقطع له دراعه. بس كمان بعد ما عرفت موضوع الناس دي أنا شايف إن ده أحسن حل. لازم تسلم نفسك يا فريدة، اسمع كلامي. أنا هدخل آخد شاور. انت تعبانه قوي ومحتاجه ارتاح شويه. فاطمه. ايوه. حضري الحمام عشان عايزه اخد دوش. حاضر. المكان ممكن يعمل عليك فيه. اتفضلي. بس لازم اكلم ماما بس على ماشي هنكلمها كل حاجه بس استريح. الحمد لله على السلامه يا ديب. فاطمة. فاطمة. اللي انا شفته في التلفزيون ده الدنيا مقلوبه عليك. كمين اتعمل لي يا سيكا. قتلوا ولد الكلب وانا قاعد عندها في البيت. اتقتلت ولا انت اللي قتلتها؟ قتلت مين يا سيكا بس؟ ما تلعبش بعصابي يا رايه وتكلم. هتكلم اقول لك ايه يا ابني؟ هتكلم اقول لك ايه؟ انا كنت رايح احميها مش رايح عشان اقتلها. طب اتقتلت ازاي وهي معاك؟ معرفش يا سيكا. كانت قاعده معايا دخلت الحمام. اتاخرت رحت ابص عليها لقيتها مقتوله جوه الحمام. ومين اللي قتلها؟ اكيد هم ولاد الكلب. خططوها ولعبوها وانا في الاخر لبستها. خلاص ما دام انت ما عملتش حاجه روح سلم نفسك. ما ينفعش اسلم نفسي. دي وزيره. عارف يعني ايه وزيره؟ يعني الحكومه مستنيه اي حد دلوقتي عشان تشغله الليله. احنا اللي بيحصل لنا ده اللي بيحصل لنا ده ومش عايزين يسيبونا في حالنا ليه؟ خلاص ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا سيكا. طب هنعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. مش عارف. المهم دلوقتي لازم اشوف سماح. دلوقتي اكيد الحكومه قلب عليك الدنيا. ماليش فيه. هشوف سماح. انت تعمل اللي اقول لك عليه وبس. ماشي.
ماشي الحمد لله على سلامة الأمور أديبه. بس هو مين ابن الحرام اللي عمل فيها كده؟ من غير لف ودوران. إيه اللي جابك؟ لا دي برضه أصول الضيافة. على العموم عندنا الحق. أنت أصلك ما تعرفش السن كويس. لا أعرفك. وعارف أهلك وعامل أبو كشف عيلة كمان. إيه؟ يعني هو ده جزاء إن أنا جاي أنصحك نصيحة أخوية؟ إحنا مش إخوات. ولا عمرنا هنبقى، وانت عارف ده كويس. خلاص مادام انت مش عاجبك حكاية الأخوية دي نمشيها بطريقة تانية وكله بشوقك. بتشوف لك نمرة يا دي، ما انت عارف الكلام ده ما ياكلش معايا. لا مش جاي عشان الحكاية دي تاكل معاك، وانت شفت انت والأمورة اللي ممكن يحصل. شوف أديبه، احنا الناس عندنا نوعين ملهمش تالت، نحبه ونشيله فوق دماغنا من فوق، ونوع تاني نحطه في دماغنا الحكاية بشوك. شوف انت بقى عايز تبقى من انهي نوع في الاتنين. مش فاهمك. لا تفهمني وعارف انا اقصد ايه كويس قوي. انا مش بتعامل مع تلميذ، انا بتعامل مع واحد صايع وفاهم كل حاجة وبيعرف يحسبها صح قوي. يحسب ايه اللي هيكسب وايه اللي هيخسره، ولما يلاقيها مخسره ما بينشفش دماغه لسبب بسيط، لانه عارف ان احنا ممكن نكسرها له. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اخاف؟ مش للدرجه دي. كل اللي انا بتمناه انك ما توقعش زي صاحبك. نفسي فعلا ما توقعش، لأن انت شلتك تقيلة تقيلة قوي، كلها ولايا يا ولدها. مش بس كده، ده انت زودت عليهم واحدة كمان. أقسم بالله العلي العظيم لو هود ناحية أي حد منهم لكن آخر يوم في عمرك كنت عارفني كويس. هعتبر إني ما سمعتش الكلام ده، مش هعتبر إني ما سمعتوش. أنا فعلا سقطت من ودني لأني ما بتهددش. انت عارف اللي تجرأ وعمل كده حصل فيه ايه، وانت اللي نفذت معاه بنفسك. فكر ليهم وفكر، ولما تقرر انت عارف تجيبني منين. بس بسرعه لان مفيش وقت. كلام بيني وبينك محدش ضامن بعد ساعه ممكن يحصل ايه. مش هتوصلني ولا ايه؟ هتصحي جوزك يا سماح يسلم نفسه احسن له، عشان اللي بيعمله ده مش في صالحه. في ايه يا باشا؟ ايه كل الرجاله دي؟ هو في حاجه؟ انت هتستهبل يالا؟ يعني مش عارف في ايه؟ لا خالص، انا جيت من تحت قالوا لي الحكومه فوق، هو رايح يعمل حاجه ولا ايه؟ لا يبقى خليهم بقى يحكوا لك، ولا اقول لك كده ومن الاخر يا ريت بقى لما تشوفه تقول له يسلم نفسه بالذوق احسن له، لان اللي اتقتلت دي وزيره مش رقاصه في شارع الهرم، يعني هيتجاب هيتجاب. سامع؟ يا بنت يا بنت استهدي بالله، هتموتي ارحمي روحك. طب والله ما انا مصدقه الفيلم ده كله ابدا، لا يمكن ميمي يعمل حاجه زي دي، لا يمكن. اسمع كلام امك يا سماح، جوزك ملوش اي ذنب في اللي بيحصل ده. امال هو ملوش ذنب؟ قلبينا الدنيا عليه ليه يا سعيد؟ ده قتل يا سعيد مش اي كلام. طب اهدي بس وخلينا نعرف نتكلم. نعرف نتكلم في ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا رب. وهي عايشه خدته مني، وهي ميته كمان هتاخده مني. طب روقي يا بنت الناس وركزي في الكلام اللي هقوله، بس ما يطلعش لحد. انت عارف حاجه يا سيد مش قايل لي؟ ايوه هو يا عمتي ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. ده وقته متاخر، شاي وماي. طيب يا اخويا اسمع. رد يا ميمي، رد يا اخي. ديبو بقى ده اسمه كلام يا دنايا؟ جايب لنا بنت بنوت تقعد معانا هنا؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. يما مش وقته الكلام ده، بعدين هشرح لك. اهم حاجه دلوقتي تاخدي بالك من البنات، وخصوصا شاهد، ما تطلعش بره الباب. واشمعنى شاهد؟ ومدرستها يا ابني؟ تاخد اجازه يما، ما انت شايفه حوادث الخطف في كل حته، البلد خربانه. ما هي خربانه طول العمر وكانت بتروح، اشمعنى النهارده يعني؟ لا بقى يما من غير منادى، المره دي بس اسمعي الكلام المره دي بس يما عشان خاطري. الحق يا ديب، الوزيره دي اللي اسمها فريده الوكيل اتقتلت. ايوه متذاعه في كل القنوات وبيقولوا ان الرايق هو اللي قتلها. الرايق؟
كده على طول؟ ما خلاص قلنا ننسى اللي حصل، مش انا قلت لك كده؟ في حاجات ما تتنسيش، وبعدين انسى ازاي في وسط اللي بيحصل حوالينا ده كله؟ انت مش شايف؟ شايف شيماء، الدنيا عمرها ما هتفضل حلوه على طول، وبرضه مش هتفضل وحشه على طول. في وقت هتيجي عليكي هتكوني فرحانه وسعيده والدنيا مش سايحاكي، وقتها تكوني حزينة مش طايقة عيشتك عشان خاطر أخوك. لو ليا خاطر عندك هعدي المشكلة دي، هعديها بدل ما تحرمك من أي حاجة حلوة في الدنيا دي، هعديها. والله العظيم بحاول، والله بحاول. طيب هعديها عشان خاطر أحمد، يعني أنا لسه كنت قاعد معاه واتفقنا على حوار كده. حوار ايه؟ جواز يا بنت. ايه؟ عايزك تفرحي تتبسطي، ولا اكلمه والغي الموضوع ده خالص؟ استنى بس، عايز تفرح ولا عايز تخلص مني؟ عايز اطمن عليكي، عايز اثبت لك ان الدنيا فيها كده وكده، عايز افرح بيكي. اي فرحه في وسط اللي احنا فيه ده، عليكي شايفه اللي بيحصل لنا وميم ويوسف، اي فرحه. تفتكر ليه وزيرة تعرف أو تصاحب واحد زيك؟ والله ما أعرفش يا باشا، ممكن تسألها. أسألها؟ ده احنا شكلنا كده هنطول مع بعض. موسى يا رايق، أنت ليه قتلت فريدة الوكيل؟ أنا ما قتلتش فريدة الوكيل. أمال رحت بيتها ليه ساعة ارتكاب الجريمة؟ زيارة. زيارة؟ زيارة بصفتك ايه؟ صحاب اهو ده بقى هيرجعنا للسؤال الاولاني، فاكره؟ فاكره يا باشا. ايه اللي يخلي فريد الوكيل تعرف واحد زيي؟ مش قول لي سعادتك اسألها عشان عارف انها ماتت. اتقتلت. اتقتلت يا باشا. ليه بقى قتلت فريدة الوكيل؟ ايه الاخبار؟ روعة الوكيل النيابة. ربنا يستر. سماح، انت بقالك يومين ما بتناميش، خدي بعضك وروحي على البيت استريحي شويه. لا، ونعمة الشريفة ما سايباه ابدا، انسى. قعدتك هنا ملهاش لازمه، مش هي اللي هتطلعه، روحي في البيت واستريحي. قلبي وكلني عليه يا يوسف، حرام عليك يا اخي. يا ستي ما كلنا قلقانين عليه، بس زي ما بقول لك قعدتك مش هتعمل حاجه، روحي البيت استريحي وكلي لك لقمه وتعالي تاني. يلا يا سماح. يلا يا بنت الناس، قعدتك كده مش هتنفع، لو خرج دلوقتي عامله كده هيتعب اكتر ما هو تعبان، استهدي بالله وصلي على النبي امال. حرام عليك يا ادريب وحرام عليكم يا جماعه. لا طب انا لو انا مضايقاكم انا هسكت، مش هفتح بوقي خالص. يا ست والله العظيم هنطمنك بالتليفون. لا لا، والنعمه ما ماشيه. ولا حاجه يا سيكا. يلا يا سماح. يلا انا هروح. بتتحبوني ليه دلوقتي اكتر ما انتوا؟ يلا يا سماح. والله معلش يا سماح، صلي على النبي، والله هنطمنك. يلا يا سماح هنطمنك. روحي يا سماح واحنا هنبقى على اتصال مع بعض، مش هيحصل حاجه عادي. يلا يا سماح. يلا سماح. يلا والنبي اطمنوني. طيب والله العظيم تعالوا انا احكي لو عايز حاجه في البيت ولا حاجه. ماشي يا يلا. انا هشرب شاي قبلك. ماشي. في بضاعة في المخزن زي ما هي كده، واديها لحاج سيد، عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن،
بس اديها له خلاص، وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك دوروا وراها وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس، وعارف كمان لو قتل حد زي الوزير الدنيا تتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار. الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار، طالما في صغيرين زينا بيشيلوا بلاويهم. لا 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 لا، ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اه اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد ودي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه وتقولي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل، انت مخبي عليا ايه؟ بصي يا اروى عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت، وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا اروى. يحبس المتهم 4 أيام ويراعى له التجديد. أنا ممكن أكون مصدقك لكن في نفس الوقت مفيش في إيدي أي حاجة أقدر أساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا إحنا بس. على الغلابة اللي مالهمش ظهر. يا موسى القانون عايز أدلة، وأنت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه أي دليل، يعني بالنسبة لي مجرد كلام. حتى لو انا مصدقك برضه ما اقدرش اديك اخله، لاني ما اقدرش اكتب في الدفتر ان انا اخليت سبيلك لاني حاسس انك مظلوم. انت حتى ما قدرتش تدينا اي دليل قوي ينفي عنك التهمه. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، انت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي وفعلا في ناس بالاوصاف اللي انت قلتها دي، يبقى انت فعلا في مشكله، ومشكله كبيره للأسف حلها مش عندي. خد 4 أيام على زمن التحقيق، مش عارفين الموضوع هينتهي على ايه. ما هي معروفة يا عبدين، 4 × 4 × 15 في الآخر هتطس حكم. الله، ما توحد الله في قلبك يا عم ياسين. في ايه؟ ده بدل ما تقول ربنا يكرمه ويطلع منها. وهو ربنا يكرمه ازاي يا عم يوسف؟ بالنية؟ لا مش بالنية ولا حاجة، ما احنا مقومين له أجدع محامي في البلد، وإن شاء الله هيلاقي لها مخرج. ولا هيعمل له حاجة المحامي بتاعكوا ده، ولو جبت له محامين البلد كلها، القضية لابسة لابسة ومش هنضحك على بعض. في إيه؟ مسودها في وشنا ليه؟ في إيدينا إيه نعمله وإحنا نعمله؟ شوف أديبه، الموضوع يا ابني مش هيجي بالطبطبة، واللي أنتوا بتعملوه دوت ممكن الواد يروح مننا. افهم من عمك وترجم لي، أنا مش فاهم حاجة. بقول لك يا يوسف، أنا فاهم عمي بيفكر في إيه. بس اللي انت بتفكر فيه ده مش سهل وممكن نتعور كلنا. نتعور؟ جرى يا عم ياسين؟ انت اتحولت ولا ايه؟ ما انت دايما كنت تقول لنا كل حاجه بالعقل بالعقل بالعقل، ايه اللي حصل لك؟ اه ده لما يبقى في وقت للمشكله تتحل بيه، انما لما يبقى الوقت خلص والواد هيروح مننا، يبقى لا مؤاخذه بقى نركن العقل على جنب ونحلها بالطرق التانيه. شوف انت الصح ايه واحنا وراك. بتسمعوني كويس؟ Thank you.
سيكا سكساكا. سيكا سكساكا سكسيكو. فاكرني؟ فاكرني يا سيكا؟ فاكرني؟ يا سكساكا. عرفتني؟ ايه رايك يا سيكا؟ حلوه الكهرباء ولا نزود شويه كمان؟ شويه سكسكه يعني؟ بص يا سكسك، انا مستعد اسيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاح. عارفه عجين الفلاح؟ بس انت بتدفع عليا يا كلب، ده انا افرمك بجسمتي انت واللي يتشدد لك. يلا انت فاكر نفسك ايه؟ الشقة دي لغاية ما نشوف هنعمل ايه. ايوه دي، بس دي شقة مين؟ شقة قرايبي، بس هم مسافرين، ما تقلقش. انا مش قلقان عليا، انا قلقان عليكم. لو عرفوا ان انتوا اللي مخبيني هيحصل لكم مشاكل. يا عم الحاج ما تقلقش على حاجة، احنا مأمنين ومظبطين. أهم حاجة أنت مش هتخرج من هنا خالص، والتلاجة فيها أكل يكفي شهر، ولو احتجت أي حاجة احنا موجودين، خلاص؟ يعني مش هخرج من هنا؟ يعني أخلص من الحبسة هدخل في حبسة تانية؟ طب كان لازمته إيه اللي أنتوا عملتوه من الأول؟ هنعمل ايه بس يا ميمي؟ عم ياسين شرع علينا الشوره دي، وبعدين يا معلم القعده هنا اهون بكتير من حبسه الحكومه. ايوه دياب، بس انا مش هفضل محبوس هنا كتير. يا عم ما حدش قال هتتحبس كتير ولا حاجه، كام يوم بس لحد ما نقدر نوصل لدليل براءتك. براءتي؟ براءتي يا يوسف احنا نضحك على بعض، ما انت عارف ان انا كده كده لابسها. يعني انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر في اللي غفلني واداني على وشي. الجنرال. ايوه الجنرال. انا كده كده ميت يا دياب. بس اموت وانا واخد حقي احسن ما اموت زي الولايه حاطط ايدي على خدي ومش عارف اعمل حاجه. بقول لك يا صاحبي، يومين بس كني فيهم مستريح، وبعدين بكره نبقى نشوف هنعمل ايه. خلاص ماشي. بس بقول لك يا يوسف، عايز اشوف الواد سيك اخويا، اطمن عليه، وحشني، عايز اشوفه. بكلمه في التليفون يا معلم، مش عارف راح فين، مش عارف غطسان فين. يعني ايه غطسان فين؟ حصل له حاجه يعني ولا ايه؟ ايه اجيبه؟ ايه اجيبه؟ انت هتقلقه ليه يا عم؟ يا عم تلاقيه بيعط كده ولا كده وهيقب على الوش تاني، لما يظهر هجيبه لك لغايه عندك. خلاص اهدى بقى. ماشي يا يوسف. طيب انا هعمل لكم حاجه تشربوها.
ايه؟ في حاجة يا سن؟ وفي خبر كده يعني. خير؟ رايق هرب. وايه المشكلة؟ هرب من سجن صغير للسجن الكبير. سيبه يعذب نفسه. ايوه بس دي عيال ضايعة يعني، ممكن واحد زي الرايق ده عقله يقل فيعمل حاجة كده ولا كده؟ هيعمل ايه يعني؟ يهددني مثلا؟ والله انت للظاهر مخك خف يا سن. ايه يا باشا، انا كان نفسي ان احنا نخلص من العيال دي ونقفل الموضوع ده وننتهي. مره واتنين وتلاته حاولنا معاهم وهم راكبين دماغهم. انا مش فاهم سعادتك ساكت عليهم ليه لغايه دلوقتي. لو عملت اللي انت بتقوله ده يبقى بقفل عليهم سكه الهروب، ساعتها يستبسلوا فيها ويعملوا فيها ابطال. احنا هنفتح لهم باب صغير كده موارب يخرج على متاهة من مكان ضيق لمكان أدية وهكذا، نتفرج ونستمتع. ولما أحب أخلص منهم هقول لك، هديك أمر تقتلهم ولا تخلص منهم، ولا مش هتعرف تعمل كده؟ لا ازاي يا باشا، لا اليوم اللي أعجز فيه يعني تنفيذ تعليمات الجنرال أكيد هبقى مستحقش أكون في خدمته. دوقي بقى أكل ده. افتح يا ميمي ما تخافش. يا عم افتح، مش جاي اقبض عليك. اتفضل يا باشا. تمام قوي، خلي لي بقى عينك عليها، مش عايزها تغيب من عقلك ثانيه. ها الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت، يعني مراقبة 24 ساعة، أنت فاهمني؟ يلا سلام. يا ميمي كنا بنقول إيه بقى؟ مين بلغ عني يا باشا؟ مين قال لك على مكاني؟ ما حدش بلغ عنك. ما تبصليش كده، أنا ظابط مباحث يا ميمي مش بياع فجل. يعني أصحابك دول مهما تحاوط ولا حتى تلاقمه فده مش هيمنعني إني أوصل لك، ده لو أنا عايز أوصل لك. وبعدين يا سيدي أنا جيت معاك دغري من البداية وقلت لك إن أنا مش جاي أقبض عليك. عشان ترتاح اكتر انا جاي اتكلم معاك راجل لراجل. ماشي يا باشا، اتفضل اتكلم. انت مين بالظبط بقى يا ميمي؟ الواد الجدع اللي معروف في الحته وكل الناس بتعمل له حساب، ولا اللي بيزنس مان وفجاه بقى عنده مطعم كده 5 نجوم بلا اي مقدمات وفجاه المطعم يتحرق، ولا الواد البلطجي المجرم الهارب اللي قتل وزيره والدنيا كلها ملهاش سيره غيره؟ ايه حكايتك بالظبط؟ هتفهمني. اولا يا باشا انا ما قتلتش فريد الوكيل، حاول معلش تصدقني، انما بقى عايز تعرف حكايتي دي مفيش اسهل منها. عارف ليه؟ لان انا واحد عايز يعيش. حلو قوي، ومين بقى اللي مش عايزك تعيش؟ اللي بيقول مين يموت ومين يعيش، اللي بيقول مين يبقى بني ادم ومين يبقى عبد عنده. انا عمري ما كنت جاني هيثم بيه، طول عمري مجني عليا، بس مش لوحدي، ده جيل كامل. جيل كامل طلع على وش الدنيا دي مش عارف ياخد حقه غير بالدراع. ده كلام الناس الفاشله، الشماعه اللي بتعلقها لها اخطاء. عندك حق، ما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار.
جربت تعيش زينا، جربت تصرف العيلة كاملة، جريت في الشارع ليل ونهار عشان شوية ملاطيش ما يقضوش عيل صغير. ده الفرق بيني وبينكم، طول عمركم شايفيننا زبالة، شوية عيال عايشين في مناطق شعبية ربنا خلقهم عشان يأذوا الناس وبس. تعرف انت مشكلتك ايه يا ميمي؟ انك عشت طول عمرك تقنع نفسك انك مظلوم، وده بقى اللي اداك الحق انك تعمل اي حاجه وكل شيء مباح بالنسبه لك. انت بتتكلم صح، بس المباح بالنسبه لي كنت بدور اللي هعيش لمده يوم اسبوع شهر بالكتير، ازاي ناس تانيه يا باشا كلت البلد كلها ما شبعتش ومحدش قالها كفايه. عملتوا انتوا ايه؟ سبتوهم هما ومسكتونا احنا، مسكتوا الغلبان اللي سرق 10 جنيه عشان مش لاقي ياكل، سبتوا الناس اللي سرقت مليارات من البنوك، مسكتوا العيل اللي شايل سيجارتين بانجو في جيبه، وسبتوا الناس اللي بتدخل مخدرات البلد وش كده عين عينك، هديتوا العيشه بتاعت الناس الغلابه اللي بتدرع عيالها فيها من البرد، وسبتوا الناس اللي سرقت الاراضي بالملايين. عرفت بقى يا باشا ولا ما عرفتش؟ انتوا عمركم ما هتيجوا على حد غير علينا احنا بس. ما اسمهاش كده يا مين، اسمها ما بنقدرش غير على القانون قادر يدينه وبأدلة كمان. فلو انت بقى عايز الناس اللي انت بتقول عليهم دول يقعوا، فلازم تساعدني عشان انا كمان اقدر اساعدك. انا عاوزك تقول لي مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم وورطوك زي ما انت بتقول. ما ينفعش يا باشا، الناس دي مش صغيرة، ناس دي كبيرة وحيتان ممكن ياكلونا كلنا. عايز منك جميلة، ألاقي حق عند الناس دي، سيبني أخد حقي وأنا برحمة أبويا أحكي لك لحد عندك. ماشي يا مين، بس قد الجمال بقى. هنعد يا باشا، مالك في ايه؟ ميمي؟ ميمي، انت شفت عفريت ولا نسيتني؟ لا، وانساك ازاي؟ اللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي، اللي عملته انت ومراتك مع اخويا لازم يتنسي. هو اخويا فين صحيح؟ مش عارف. مش عارف؟ طب بص حاولي عشان ما نزعلش مع بعض، مش عايز اسمع كلمه مش عارف دي. ممكن تقول لي مش فاكر، ناسي، هحاول افتكر يا عم ميمي، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجه، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شوية. ميمي أعلم، ما تقوليش أعلم، أنا كده كده ضايع. بس إيه رأيك بقى نضيع مع بعض؟ بتكلم عليا من الناس ولا إيه؟ إحنا كده، أنا بس مش عارف أنت عملت معايا كده ليه؟ ده أنا يا أخي عملت لك كل حاجة، كل اللي كنت بتأمر بيه كان بيتنفذ لك، صح مش صح، حقك مش حقك كان بيجي لك من بق الأسد يعاوني، صح ولا لأ؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاه. تعملها مع اخويا ليه؟ ها؟ ليه؟ ميمي انا عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ها؟ ما دي برضه عاوني اوامر، بس اوامر في الدنيا. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ ايه ده كده؟ انا عايز اعرف اخويا فين؟ رد عليا. ده شوري اللي خطفه. افتكرت يعني. طب كده ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دم على ايه؟ ما كنت تفتكر من بدري يا اخي. ماشي، الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي، انا لسه كنت هكلمه لولا انت جيت. انا هو جاي في الطريق يعني استناه. ايوه ماشي، لحد ما يجي بقى انا مش عايز اسمع صوتك خالص. ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش؟ اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر خش. حاضر.
ونبي ميمي بيه. انزل. ونروح حبيبي بيه. انزل. تعالى. وين اخويا؟ فين؟ اخوك اهو. تعالى. فيك اهو. انزل السلاح. ما حدش يضرب نار يا ولاد الكلب. حط السلاح على الارض. اخويا فين؟ والله. اخويا فين اللي فكرت بيه؟ والله العظيم اخوك بخير. تعالى وروني. الله. من هنا. من هنا يا سيكا بيه. رد على مين بيه. اهو من هنا اخوك بخير والله. تعال وريني. سيكا بيه اهو. والله اهو زي الفل. احنا كنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو. سيكا بيه رد على اخوك اهو. سيد عامل فيك ايه؟ ما تخافش ما تخافش حبيبي. ما تخافش يا سيكا. طب يا سيد رد علي اعمل فيك ايه؟ ما تقعدش. ده شغلي. يلا انت بقى ودادي السيد الجمل. خير يا بيه. فاطمه فين؟ فاطمه ده تصعبطي يا وليه. انت فاطمه بنت اختك ايه مخبيها فين؟ انا ما اعرفش. ما تشوفوها ببيتها يعني؟ مش عايزه تنطقي؟ الله اتكلم على حاجه ما اعرفهاش يا بيه. انا ما اعرفش حاجه. تمام قوي. افتحوا الباب ده وطلعوا لي كل اللي جوه. فتشوا المكان كله. انا مال انا امال الحاجات دي؟ انا مال ونبي. انا ماليش دعوه ولا اعرف عنها حاجه. انا ست غلبانه في حالي. انا مال انا ومال مش عايزه. انا ماليش دعوه. افتح الباب شوف مين اللي جوه. ما اعرفش حاجه عن فاطمه دي خالص. تعالي يا بنتي. ما عملتش حاجة. تعالي. ما عملتش حاجة. تعالي. والله ما عملت حاجة. والله ما عملت حاجة. حلوة قوي. فاطمة دي ولا رجلك أنا بقى؟ قدامي. قدامي. أنا رتبت كل حاجة و... كلها كام يوم وهتسمع أخبار كويسة إن شاء الله. لا 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 طمن سيادتك. مع السلامة. العملية دي لازم فيها الحذر. لو حصلت أي غلطة هتبقى مشكلة. وأنا ما بحبش المشاكل. إيه؟ مالك؟ قابلت مراد؟ تمام سعادتك. أمال مالك؟ في إيه؟ دهشوري. تعيش أنت. هون يكلمني وقال إن ميمي قلبها أصله معاه. أنا توقعت إنه يطلع الدهشوري. كلمت الدهشوري في التليفون ما ردش عليا. خدت بعضي وجريت على هناك وشفت اللي حصل. الغلطة دي أنت نفسك هتدفع ثمنها غالي أوي يا سيد. أنا قلت سعادتك من أول ما الولد هرب إن أنا قلقان إنه يعمل حاجة كده ولا كده. أنا قلت لك عينك ما تجيبش عنه. حصل سعادتك. لا ده يكون عندي خلال 24 ساعة. ماشي سعادتك. أنا هنزل أدور عليه بنفسي. مش هينفع. اشتريه من زمايله. طيب حدد له سعره واشتريه. العيال دي ما بتبيعش بعض سعادتك. والا كنا استفدنا من زمان. حدش ملوش سعر. المهم الطريقه. طريقه الدفع. ال 24 ساعه المهله اللي انا مديها لك دي هيدفعوا من عمرك يا سيدي اما الولد ده ما جاش. مش من هنا خالص مهما حصل. ديبو انا خايف عليك قوي. ما تخافيش ربنا هو الحافظ. يلا خلي بالك على نفسك. يلا بس اقعدي يا حبيبي. لازم يكون في مخالفات في الانتخابات دي عشان نصورها ونظهرها في وقت معين. انزلوا الشارع وادوا الناس فلوس وصوروهم هما بياخدوها. برافو. لازم يكونوا من انصار المرشحين الاثنين. هكلمك بعدين. اهلا يا ديبو. اتفضل اتفضل. تتكلم مصري ولا ايه؟ مصري وتونسي وليبي ويمني كمان. بقول لك 100 مره لو نزلت مصر هكسر رجلك. ايه اللي جابك؟ ليه كده؟
احنا مفيش بيننا وبين بعض مشاكل، ده انا بدور عليك من ساعه ما نزلت مصر. حيط امك هصيح عليا هصيح. انتوا كده انتوا المصريين ما بتعرفوش تتفاهموا. كويس انك عارف ان المصريين ما بيعرفوش يتفاهموا. فين فلوسي؟ لو صبرت عليا هتعرف ان انا بدور عليك عشان اديلك فلوسك وارباحهم كمان. يا حبيبي انا مش عايز ارباح، انا ما شلتش فلوسي عندك عشان عايز ارباح، انا عايز فلوسي وبس. حاضر هكتب لك بيهم شيك حالا. الشيك ده روح امك تقبله وتشرب ميته، انا عايز فلوسي في ايدي. ما انا ما معيش سيوله. والله ولا هيبوظوا الانتخابات؟ اللي بعتهم يبوظوا الانتخابات. هتديهم فلوس منين؟ احنا ما بنبوظش حاجه، احنا منظمه حقوقيه براقب الانتخابات وبس. عدنان جاي يراقب الانتخابات وبس، عدنان بتاع الفبركه والتوليع والفتن جاي يراقب الانتخابات وبس. الكلام ده تقوله لحد غيري، حد ما عاشركش وعارف انت بتعمل ايه. فين فلوسي؟ لاخر مره بقول لك فين فلوسي. حاضر هديلك كل فلوسك، كل اللي انت عايزه هديهولك. ممكن اروح اجيبهم؟ اتفضل اتحرك. حاضر. اتفضل يا سيدي فلوسك اهي. اتفضل. اتفضل. ديبو ديبو اخرج من عندك بسرعه، مش عارفه في قلق غريب قوي في الريسبشن. طول عمرك وسخ هتفضل وسخ. وقفت هنا ليه؟ مخنوق يا مينا، مخنوق قوي. طب ما انت حقك رجع لك مخنوق من ايه بس؟ خايف، خايف عليكي. انا راح اقولها من كل ناحيه وانا ممكن اموت في اي لحظه. اوعى تقول كده واوعى تخاف طول ما انا جنبك. انت ما كنتش بتخاف وانت بتعمل الغلط، ابتديت تعمل الصح وتيجي تخاف دلوقتي؟ خايف يا مينا، خايف تندمي في يوم انك عرفتيني. انا لخبطت لك حياتك خالص، انت حتى كنت هتضيعي بسبب ايه؟ انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي يا ديبو. انا قبل ما اعرفك انا كنت تايهه، معرفش انا مين ولا انا رايحه فين. اوعى تفتكر ان انا بس اللي غيرتك، انت كمان غيرتني. خلتني اشوف الدنيا على حقيقتها. انا بقوى طول ما انت بتقوى، وبعيش طول ما انت عايش وبتنجح وبتعمل الصح. هي دي الحياه، اتنين واقفين جنب بعض بيشجعوا بعض. اتكل على الله واعمل الصح، اتاكد ان بكره ده بتاعنا. هو مش بس اتعرض للإصابات الظهرية، لكن عنده توتر عصبي حاد مش هيفوق منه قبل بكرة. ياريت حد يكرر معاه نفس الحقنة كمان 8 ساعات. ماشي يا دكتور. انتوا بلغتوا البوليس؟ لا بوليس يا دكتور؟ في ايه؟ ما انت شايف حال البلد، دول شوية على البلطجية طلعوا عليه وثبتوه. البوليس بقى هيجيبهم منين؟ أنا كلمك يا دكتور، أنا على الدكتور. تفضل يا دكتور تفضل. السلام عليكم. فينك يا عم؟ يا عم موجود بس انت عارف المشاغل بقى. بقول لك ايه؟ هو الواد اللي قاعد مع السن هناك ده مين؟ ده ابنه. ابنه؟ ابنه. ابنه عايش بره مصر، بيجي يقعد اسبوع 10 ايام وبيرجع تاني. يا راجل. طب تمام، صباح الفل. Yeah.
هنطلع من هنا صحاب. هتعمل اي عوض مش هنبقى صحاب. تمام؟ خلاص يا فاروق؟ كده كله تمام. تمام. قولي لي بقى عايزه مني اي حاجه تانية؟ لا تمام كده، بس ما تبقاش تاخر بكره. ماشي. عليا. سلام. سلام. بقول لك ايه يا حلوه انت؟ الاسوره دي شاريها منك امبارح وطلعت فالص. لا يا اختي ما خدتهاش من هنا. لا يا حبيبتي واخداها منك، وما اديتنيش حقي تالت ومتلت مانيش خارجه من هنا. حق ايه يا ولية منك ليها؟ خدي بقول لك حاجتك وشوفي مين بعتها لك. بقول لك انت اللي بعتها لي، وشغل حلق حوش والنصب ده مش عليا انا. بقول لك ايه كلامي كويس وخدي يا طويل. ايه ده؟ اوعي 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 اسويني اضربه. يلا هاي بره. يلا اضربه. اوعي يا ربيكي يا ولية. اتفضل يا سن. اتفضل. نورتنا والله. اتفضل. حصلت البركه والله. والله انا خفت لا تقلق وما تجيش. تقول ان احنا عاملين لك كمين ولا حاجه. اللي المفروض يقلق اديبه انتوا مش انا. لانكم ببساطه عرفتوني مكان الخن الجديد بتاعكم. لا ما احنا عارفين انت مش تلعب معانا الدنينه. او من الاخر لمؤاخذه كده انا مش هتعرف تعمل معانا حاجه. أنا ما بلعبش يا ميمي وأنت عارف كده كويس. اتصلت بيا ليه يا ديبو؟ عشان الأمانة. أمانة إيه؟ ما تفكر كده. مفيش حاجة واقعة منك. أوعى تكونوا اتصلتوا بيا عشان تلعبوني. إيه اللي عندكوا خلونا نخلص عشان ما نضيعش وقت بعض. لا اسمع كويس بقى. اسمع كويس اللي هنقوله وتنفذه بالحرف الواحد. عشان نفضل حبايب على طول. ومحدش فينا يأذي التاني. طيب. ممكن اعرف ايه اللي عندكم ولازم اسمعه وانفذه. محتاجين خدمه بسيطه. حاجه قصاد حاجه. اتفضل يا باشا. اتفضل. ها؟ ايه رايك؟ دي الحاجه ابني؟ ازاي؟ عارف انه ابني ابن ايه؟ انا قلت لسعادتك من الاول العيال دي ما يتسكتش عليها. جاوبني على الاسئله اللي بسالك. اطمن سعادتك انا خلاص بتصرف فعلا. ايوه فعلا انت بتتصرف. واضح انك بتتصرف. لما حته حشره زي ديبو يخطف ابني عشان يساومني على الملفات بتاعته اللي عندي. بيعملني الند بالند ها؟ ولا يجرؤ انه يحلم بكده سعادتك. دي بس حلاوه روح. غباله ممكن يكون في لحظه صور له انه ممكن يحلم بشيء ازيد ولو بشعره من سعادتك ممكن تسمح له انه يحلم بيه. وانا تعمدت انه يجي هنا عشان في اللحظه اللي هو بيبقى بيلحس جزمتك فيها هنا ابقى انا ورجالتي هناك بنخلص مراد بيه وبندفن العيال دي. لا 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 انا عايزه من حياء. حياء اعتبر سعادتك ان ده حصل بس كل اللي انا طالبه من سعادتك دلوقتي
وتطمن وتهدى على الاخر، تركز عشان العمليه اللي احنا داخلينها، وكل شيء هيبقى تمام التمام زي ما ساعدتك علمتنا. لو ساخ وصلوني بدرجه ما بقتش عارف الليل من النهار، وانا عارف الوجع جاي منين. كنت بصرخ وحاسس ان صراخي جوه مني مش طالع ولا حد سامعه. وقت كنت بحس اني ميت فعلا، وقعد مع ابوك وامك بيكلموني وسالوا لي عليك، بيقولوا لي ما جاش معاك ليه. فجاه أفوه على ضربهم ليا، خطوة واحدة ما بينه وبينه الموت. كنت بتمنى أعدي واستريح، لولا إنك جيت يا ميمو وأنقذتني. أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ اللي حصل فيك خدوا جزاه وقتي، مش كده ولا ايه؟ شكرا يا ميمي، لولاك ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. هب بس يا عاد، وانت اخويا بس، ده انت ابني، ابني اللي مش ممكن حد ياخده مني ابدا. طول عمري داخل الدنيا وانا بخبط فاتح صدري وانا مطمن، عشان عارف انك ورايا. حتى وانا في الغربه كنت متاكد اني وقت ما احتاج لك الاقيك. ما تحرمش منك يا ميمي. ما تقلقش يا ولا، انا طول عمري هفضل جنبك مش هسيبك، وانت زي الفل. ما تخافش ما تخافش يا اخوي، خلي بالك منه. ها انت رايح فين؟ بكره تعرف. مش يا سيد، انا معاك. بعد كده هبص في العين السحريه واشوف مين اللي وقفر الباب. يا باشا في حاجه حصلت؟ اعمل لي شاي الاول وانا اقول لك. شاي يا باشا. هو الموضوع كبير ولا فيه؟ البنت اللي قتلت فريده مسكناها واعترفت بكل حاجه يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو ان انت هتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا يعني دلوقتي في الامان؟ في امان، بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني. عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي ان انا اقبض عليك، بس انا معرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعده، كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا. تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك، والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع، كلنا سيبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين، ولو لمتنا دي حصلت من زمان ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة يا نلحقها يا نضيع كلنا. محدش عمل فيا كده قبل كده. مش خايف؟ والله طالما انت بتقول محدش عمل معاك الكلام ده قبل كده، يبقى انت لازم تخاف مش انا. كل ده عشان شوية ورق وسيديهات بتساوم على ابني.
شايفهم كده، بس احنا بقى شايفينهم حرية. كسر الطول اللي انت لفه حول رقبتنا. خلاص انسى. عايزين بقى تبقوا شرف، ها؟ تكسروا الطوق وتتحرروا، مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجة بتاعتنا، أنت مالكش دعوة بيها خالص. والله أتمنى إن أنت تعرفوا تعملوا اللي أنتوا بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصة مرتين. طيب أنا هديكوا حريتكم. طب ابني. انساه. انسى خالص. احنا هنديله فرصة يعيش حياة تانية. حياة أنضف من اللي كان عايشها معاك. وهنشوف له أب تاني. متقلقش. أب هيبقى كويس. مش فاسد ووسخ زيك. يعني إيه؟ الواد هيبقى مبسوط. ما تقلقش. هيبقى مبسوط. عشان نعيش بني آدمين من غير ما تبقى أبينا في إيد غيرنا. آخر فرصة عشان نقول للي حولوا حياتنا جحيم أنتوا مش هتتحكموا فينا. إحنا اللي هنحدد مصيرنا بنفسنا مش حد تاني. لما غمينا عيوننا بإيدينا ما كانش قصدنا نغميها عشان نبقى عمر. إحنا غميناها عشان نقدر نعيش. بس لما وقعنا وكسرنا كان لازم نفتحها عشان نواجه كل شر اتفرض علينا. وكان لازم
لحظة بيقف عمرك عندها، لحظة إعدام خوفك، إعدام الشر في دنيتك. مش مهم بعدها إني أعيش، المهم غير يعيش ومفيش في حياته شر تاني. إن شاء الله. لا لا يا ديبو، ومش أي عيشة. إحنا هنعيش نضاف، محدش ماسك علينا زلة ولا لو دراعنا. خلاص هنعيش نضاف زي ما اتولدنا نضاف بالظبط. ما تقلقش يا يوسف، تبقى زي الفل، نفضل طول عمرنا مع بعض، مش هنبعد عن بعض ابدا. وبعدين كلها شويه وهنطلع على الحاره مع بعض، مش هنسيب بقى. يوسف شكلكم مروحين من غيري يا صاحبي. مفيش مروحه من غيرك. اجمل انت هتقوم وتيجي معانا. ما تكدبش عليا يا ميمي، انت عمرك ما عملتها يا صاحبي. تكدب عليا دلوقتي؟ امي ونادين في عينيكم، ضهركم في ضهر بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. والنبي يا جدعان، والنبي محدش هيراعيهم غيرك، ومحدش هياخد بالهم غيرك. انت بس اللي هتراعيهم. قوم يوسف، قوم بطل النمر اللي بتعملها علينا دي. انت كويس وزي الفل، قوم يلا. صح، انتوا عاملين ترغوا بدل ما تاخدوني على المستشفى. يمكن انا اللي اخلي بالي منهم اديبه. ايوه انت اللي تخلي بالك منهم. ايوه وابسط امي وعوض نادين. ايوه انت صح. Thank you.
هنيجي معاك يا باشا، بس تصبحك انا ودي بنقعد مع بعض دقيقتين مش هنطول. دي اخر مرة هنقعد فيها احنا التلاتة مع بعض بعد اذني ساعتها. احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، فرحنا وحزننا، كسبنا وخسرنا، فتحنا صدرنا على الدنيا، عمرنا ما خفنا من حاجة عشان احنا مع بعض. بس دلوقتي يا ديبو الحسبة اختلفت. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس، طول عمرك بتفهم من غير ما اتكلم، من غير ما افتح بقى بكلمة واحدة. أنا فاهمك يا ميمي وعارف أنت عايز تقول إيه، بس مش هينفع يا صاحبي، أنا اللي هشيلها. مفيش حاجة اسمها مش هينفع، ده مش وقت أصله بجدع. الشيلة تقيلة، أنت وراكم لحم، أمك، إخواتك البنات، مراتك لسه ما شافتش الدنيا معاك، أنت عندك عيل جاي، عيل برضه لسه ما شافش الدنيا، أرضيك يا ميمي، أرضيك ابنك يجي الدنيا وهو ملوش أب، اتولد يتيم وأبوه عايش، أبوه اللي حلم بيه كتير، أتمنى اتولد بين إيديه، أرضيك يا ميمي. لا يا صاحبي ما تحرمش ابنك منك. ابني مش هيعيش يتيم، انت تخلي بالك منه، تخليه يطلع راجل زينا. بس أمان عليك يا اخي، سميه يوسف، لازم يفضل عايش حوالينا وسطينا. انت اللي هتسميه وانت اللي هتعمل الاسبوع عشان يطلع زي ابوه راجل. اسمع الكلام وريحني، وريح يوسف في تربته. يوسف كده يبقى مرتاح، خليه يحس انه مات عشان كلنا نعيش.